نجيو شويه للرياضه. المغرب راهو يحتضن كاس العالم للانديه البطله. كاس العالم هذا راهو يعني يجري في ظروف حسنه، والجزائريين طبعا يتابعوا فيه، وزيد نقلوا يعني مجموعه كبيره من انصار ريال مدريد انتقلوا الى المغرب باش يناصروا ريال مدريد، واستقبلوهم المغاربه بالترحاب كما موالفين. هاي صوره، هذه الصوره تاع انصار الريال ريال مدريد الجزائريين. هاي صورة في الصطاد بدرابو تاع الجزائر، وموتوا بغيظكم يا أعداء الجزائر وأعداء المغرب وأعداء الوحدة المغاربية، موتوا بغيظكم. هم جزائريين راحوا يناصروا ريال مدريد ورفع العلم الجزائري في مدرجات الملاعب المغربية، والمغاربة يصفقوا لهم. زيد حضور الجزائر راح يكون ثاني من خلال حكم المقابلة النهائية جزائري، حكم المقابلة النهائية جزائري، وهو اللي راح يعني مشي مثل الجزائر، لكن تم اختياره من طرف الفيفا باش يعني يدير المقابلة النهائية. وهكذا الجزائر حاضرة إلى جانب إخوانهم المغاربة في المغرب، حبة من حبة وكارهة من كاره. ودرك الحاكم الجزائري يا هل ترى راح يقولوا له ممنوع عليك تير الآخر تمشي من الجزائر المغرب، ولا يزمك تروح تعدي على فرنسا ولا على اسبانيا وباش تدخل. عيب عيب باش راهو يصرا، كاين غير العصابه اللي ديرها هذه، واحد ما يديرها الا العصابه اللي راهي دايرها. لانه باش تجي تحكم حاكم وتقول له ما باش تروح يلزمك تكون عندك تعدي على فرنسا وعلى تونس، ولا عيب عيب ديرها. المهم سي مصطفى غربال اللي هو الحاكم يعني الجزائري، واللي عنده يعني تجربة طويلة في التحكيم، اللي راح يمثل الجزائر، سي مصطفى غربال مسكين راح تحتم عليه، يروح حتى لتونس ومن تونس يروح للمغرب. شوفوا حكم العراية واش يدير، حكم العراية واش يدير. نعم إسرائيل ماهيش دايرتها يا ناس، إسرائيل ماهيش دايرتها. Hisham Abdul, Sahabi Hisham Abdul.